السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو،
وجنات الألفاف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء شرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتوكلون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة